سنوات طويلة مرت على اللحظة الأولى التي جاء فيها إلى الولايات المتحدة الأمريكية. كان شاباً يحمل بيده شهادة الطب من الجامعة الأمريكية ببيروت. في إحدى البلدات الصغيرة بولاية إلينوي مارس مهنة الطب وحقق تقدماً ملحوظاً، إلا أن ارتباطه الكبير بقضية شعبه وشغفه بالسياسة كانا العاملان الأساسيان وراء النجاح الذي حققه. إنه دكتور زياد العسلي، رئيس فريق العمل الأمريكي من أجل فلسطين. بديت أول شيء طبيب متمرن، قضيت 3 سنين بالتعليم بعد ما خلصت الدراسة في الجامعة الأمريكية في بيروت، درست الطب، وبعدين رجعت على القدس لسنة تحت الاحتلال واشتغلت في المقاصد، مستشفى المقاصد لسنة، وما خلونيش أضل هناك لما كانش عندي براءة يعني فيزا وإلى آخره. فرجعنا على أمريكا واشتغلت في بلد صغيرة بإلينوي وقضينا فيها 28 سنة، وبعديها تركت وجيت على واشنطن علشان نشتغل بهذا الموضوع السياسي. كان عندي يعني عيادة بعتها وجينا على هون عشان نشتغل بقضية فلسطين بواشنطن. لما التقيت في زياد أنا كنت 17 سنة وهو كان 19 سنة، التقينا في الـ AUB يعني من زمان، سنة 59-60 قبل ما تنولدوا كلياتكم، فبعرفه يعني طول حياته practically. and راح على هو عنده potential، عنده talent إنه يكون سياسي شاطر بالسياسة محنك، ومهتم بالقضية. طبعا كلنا مهتمين بالقضية الفلسطينية اللي مولود بهذيك الفترة ولحد هلا طبعا الفلسطينيين. بس راح درس طب لأنه هيك لازم عشان يعمل مصاري وهيك شيء، بس طول عمره بحب السياسة. ورحنا على بلد صغيرة في أمريكا وعشنا فيها وهو عمل طبيب فيها عشان يعيل عيلته ويبعث لأهله هناك، مع أنه حبه في الحياة هو العمل السياسي مع الناس. أسس زياد العسلي فريق العمل الأمريكي من أجل فلسطين عام 2003 كصوت ينادي بفكرة حل الدولتين، دولة فلسطينية على حدود العام 67 وعاصمتها القدس الشرقية تعيش جنباً إلى جنب مع دولة إسرائيل. ويخاطب فريق العمل الأمريكي من أجل فلسطين البيت الأبيض وأعضاء الكونغرس الأمريكي لإقناعهم بأهمية هذه الدولة لمصلحة أمريكا. اللي عملناه وأسسناها سنة 2003 إنه حددنا المهمة الأساسية بتاعتنا بإنه إقناع أمريكا والدفاع في أمريكا عن خلق دولة فلسطينية على أساس أن ذلك مصلحة أمريكية استراتيجية عليا. إحنا بنحكي كأمريكان عن مصلحة أمريكا وبنقول إنه الدولة الفلسطينية شيء جيد استراتيجيا لأمريكا. فهذا الطرح مش ما بنطرح نفسنا كأجانب ولا كأغراب نتوسل أو نستجدي أي شيء. إحنا بنقول إحنا بلدنا هون ومصلحة بلدنا إنه نخلق دولة فلسطينية. ورغم الانتقادات التي تعرض لها فريق العمل الأمريكي من أجل فلسطين على وجه العموم وزياد العسلي على وجه الخصوص بسبب الأفكار التي يدعو لها، إلا أنه يرى أن ما قام به خلال السنوات الماضية استطاع أن يغير ولو بشكل بسيط موقف رجال السياسة الأمريكيين تجاه القضية الفلسطينية. الطريقة اللي إحنا اتبعناها إنه نحكي مع رؤساء اللجان، رؤساء اللجان اللي مهتمة بالشرق الأوسط، ونعمل معهم علاقات، وهذا اللي حصل بالنسبة لنا. أوكي، لأنه ما عندناش إمكانيات ولا عندنا فلوس ولا عندنا ناس موظفين يروحوا ويجوا، فحددنا المستطاع. وبعتقد أنه كان يعني هذا أسلوب نجح تمام بالنسبة لنا، أنه بالفعل صار في إشي مشترك نحكي فيه أنه أوكي شو نقدر نعمل، تعطي دعم أكثر لفلسطين مثلا، كيف نخفف اللهجة الانتقادية اللي بيحطها الأعضاء المتطرفين، إشياء من هالنوع. هذا فرجانا أنه الأسلوب ممكن يشتغل، بس طبعا لازم يكون عندنا تأثير أكثر، لازم يكون عندنا أصوات أكثر، لازم يكون عندنا أموال أكثر، موظفين أكثر.
وبعيداً عن الزخم السياسي، يقضي العسلي معظم أوقاته في البيت بين أبنائه وأحفاده وبين كتبه التي تتنوع بين التاريخ والأدب والسياسة. عندي الحمد لله بنتين وصبي، وبعدين عندنا 7 أحفاد، فبنروح رحلات يعني كل سنة على الشط في محل، وهذه صورتنا كنا بأميركا هلأ كلهم حوالينا يعني. عندنا 3 أولاد 7 أحفاد بحبوه كتير، بلعب معهم كتير، يعني أب عربي مثالي بحب أولاده وعيلته، and he provides for them and بقضي معهم كتير، يعني أهم إشي عندنا بحياتنا أولادنا طبعاً زي بقية العرب والفلسطينيين. المكتبة تاعتي يعني تراكم حوالي 50 سنة من التجميع. كل الناس عندهم مكاتب، أنا متأكد بيهتموا بأشياء، أنا مهتم بعدة أشياء مركزة معينة. عندي مكتبة عن الحروب الصليبية، قعدت أدرسها 10 سنين عشان أعرف شو صار بالزمانات هاي الحروب الصليبية اللي دائما بذكرونا فيها. وبعدين عندي مكتبة عن تاريخ اليهود، وبعدين عندي أكبر مجموعة طبعا عن تاريخ فلسطين والسياسة العالمية اللي إلها علاقة بقضية فلسطين بالعربي وبالإنجليزي. هذا غير عن الأشياء القرآن والأدب العربي والترجمات بين الإنجليزي، يعني أكثر من 50 سنة من الاهتمام بهالأشياء هذه. اسمع أول إشي just say yes. ورغم ابتسامته التي ترتسم على وجهه بين الحين والآخر، إلا أن عيونه لا يمكن أن تخفي حزنه حينما يسمع أو يذكر اسم القدس، تلك المدينة التي تربى ونشأ فيها وغادرها رغما عن إرادته. القدس يعني زي ما تقولي واحد لون جلده كذا ولا لون عينيه كذا، كمان القدس كذا من جزء من تركيبنا. يعني بتصور هذا صحيح لكل الناس وين ما يجوا، يكون بلدهم شيء أساسي لهم. إحنا طبعا بالنسبة إلنا في شغلة فظيعة اللي حصلت لنا، أنا بقدر أقول لك من 600 سنة من عيلتنا بالقدس إحنا أول جيل ترك القدس. يعني كان مفروض نطلع دين، يعني حتى صرت طبيب بشتغل بالقدس وكذا، فبعترنا بالدنيا، فبضل هذه زي ما تقول المغناطيس الجاذب لنا دائما، ومنقدرش نروح عليها، ومش ممكن هذا يكون مقبول، ومش ممكن يكون هو يعني نهاية الموضوع. فالعمل احنا اللي عم نعمله هلا من عشان فلسطين بالنسبة لي شخصيا جزء لا يتجزأ منه، لا يمكن أن يتجزأ بدون قصة القدس. يعني أنا بروح كل 2-3 شهور على القدس، وبنزل هناك كم من يوم، وكل ما أروح بنزل على باب خان الزيت، وبروح على الحرام، ومرات بزور لقيامي، وهذه يعني زي ما تقولي حجتي الشخصية. وطني لو شغلت في الخلد عنه نازعتني إليه في الخلد نفسي. أنا لا أنساك فلسطين، ويشد بي البعد، أنا في أفيائك نسرين، أنا زهر شوك، أنا الورد. من القدس إلى أمريكا، سنوات طويلة من النضال السياسي خاضها زياد العسلي حاملا معه قضية شعبه ووطنه في المحافل الدولية من أجل أن تتحقق العدالة لشعب يحلم بالحرية والاستقلال.